هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا، الترجمة والمونتاج والصوت لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي كارنيه دي ترنيرا كون أثيتوناز إي ليمون سيكو بروبارادا بار لا شيف أكاديميكا إيفا، بمعنى لحمة العجل بالزيتون والليمون الجاف إعداد الشيف إيفا. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية. متابعي قناتنا الكرام وكل من يرانا للمرة الأولى، قبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. والآن أحبتي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة مع الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير: 500 جرام لحمة عجل تعادل نصف كيلو، 500 جرام بطاطا، عدد واحد بصلة حمراء، عدد واحد بصلة بيضاء، 6 فصوص من الثوم، 5 حبات نوم البصرة أي الليمون المجفف صغير الحجم، قدحين من مرقة اللحمة الطبيعية، قدح صغير من عصير التفاح الخالي من السكر، ملعقة طعام كزبرة، ملعقة صغيرة من الصلصة الصفراء، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقتي طعام من صلصة الكاري، و75 جرام زيتون أخضر خالي من النوى. ها هي مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. نأخذ 500 جرام من لحمة العجل، ها هي. فاتني في المقادير أن أقول لكم بأننا بحاجة أيضا إلى 3 ملاعق من زيت الزيتون. والآن أخذ هذا القدر، سأضع فيه القليل من الماء ها هو الماء، سأضعه على النار هكذا، بعد ذلك سأضع لحمة العجل في الماء على النار ليتم سلقها. نعمل على تغطية القدر لتنضج معنا بسرعة، علما أن لحمة العجل هذه مقطعة على شكل مكعبات. ها هي أترون؟ أخذت قدر ثاني وضعته على النار أيضا، وها أنا أضع بداخل القدر 3 ملاعق من زيت الزيتون. بعد ذلك أخذ البصلة البيضاء، سأعمل على تقشيرها وتقطيعها. والآن سأعمل على تقطيع البصلة على شكل مكعبات صغيرة بعض الشيء. ونستمر بنفس الطريقة، نأخذ البصل الحمراء، نعمل على تقشيرها ومن ثم تقطيعها بنفس الشكل. الآن وبعدما انتهيت من تقطيع البصل أصبح الزيت ساخنا في القدر. سأعمل على تقشير فصوص الثوم
هكذا. أضع الثوم بعدما قشرته جانبا، والآن سأضع البصل في القدر مع زيت الزيتون هكذا. وبعد ذلك أعمل على تغطية القدر هكذا. والآن سأعمل على تقشير البطاطا هكذا. تبدو معنا البطاطا بعد التقشير. سنرى البصل مع زيت الزيتون بالقدر، نقلبه هكذا على نار هادئة طبعا. ها هو البصل، سأريكم إياه. ها هو بدأ يأخذ اللون الذهبي البسيط. أرجعه على النار، وفي هذه الأثناء سأعمل على تقطيع حبات البطاطا. بعدما قشرتها وغسلتها أقطعها على شكل مكعبات بهذا الحجم. ونستمر بالتقطيع ووضعه في القدر مع البصل حتى نفاذ الكمية معنا. وبعدما انتهينا من تقطيع البطاطا ووضعها في القدر، سنعمل على تحريكها مع البصل بهذا الشكل. والآن سأضع ملعقة من الكزبرة مع البصل والبطاطا، هذا يعطيها مذاق لذيذ جدا. ونستمر بالتقليب هكذا. والآن ها هو الثوم، حبات الثوم التي قشرتها، سأضعها مع البطاطا والبصل بهذا الشكل. وها هي حبات الليمون الجاف، أعمل على تقسيمها إلى قسمين ووضعها في القدر. أهالي العراق الحبيب يسمونها بنوم البصرة، تجدونها بالأسواق العربية في البلدان الأوروبية وأمريكا. متواجدة أيضا في تركيا في المحلات العربية. الآن وبعدما انتهيت من وضع نوم البصرة مع البطاطا والبصل والثوم وزيت الزيتون، أعمل على تقليبهم هكذا. سأضع الفلفل الأحمر ها هو، والآن سأضع ملعقة صغيرة من صلصة صفراء هكذا.
صلصة الفلفل الأصفر. ونقلب محتويات القدر مع بعضها البعض. هكذا تبدو معنا. كم تبدو رائحتها لذيذة. نعمل على تغطية القدر. في هذه الأثناء سأخذ عصير التفاح الخالي من السكر، قدح صغير، ها هو. وسأخذ أيضا قدحين من مرقة اللحم الطبيعية التي سلقنا بها اللحمة، ها هي. ها هي مرقة اللحمة. أقلب محتويات القدر. الآن سأعمل على تصفية اللحمة من الماء ووضعها في القدر الثاني هكذا. أقلب محتويات القدر الثاني. هكذا تبدو معنا الوصفة. إنها لذيذة جدا، جربوها ستعجبكم بكل تأكيد. والآن أضع ملعقتين من صلصة الكاري فوق محتويات القدر هكذا. أقلبها هكذا. أعمل على تغطيتها وتركها لفترة بسيطة. الآن سأضع عصير التفاح وبعد ذلك مرقة اللحم الطبيعية وأعمل على تغطية القدر. حتى تنضج معنا.
نحن وضعنا قدح واحد وها هو القدح الثاني. نرجع الغطاء ونتركه حتى ينضج معنا. ها هو الزيتون الأخضر، سأعمل على تصفيته من الماء بهذا الشكل. خالي من النوى طبعا. الآن سأضعه فوق وصفتنا هكذا. الآن وبعد مرور الوقت أصبحت الوصفة ناضجة معنا. سأعمل على غرفها بطبق التقديم الرئيسي. ها هي هكذا تبدو. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم كارني دي ترنيرا كون الزيتونز اي ليمون سيكو بريبارادا بور لا شيف اكاديميكا ايفا، بمعنى لحمة العجل بالزيتون والليمون الجاف اعداد الشيف ايفا، قد اصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. متابعينا الكرام وكل من يرانا للمرة الاولى، اتمنى ان تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت اعجابكم ورضاكم. ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.